تابعت ايضا من تحدث عن فوز عن الفوز على ليبيريا ونحن منقوصين من 6 اساسيين. عندما كان يعني محرز والبقيه في المنتخب كانوا يقولوا لك هؤلاء كهله يجب ان يبعدون، وعندما اصيبوا وفق ما قالوا لنا في الاتحاديه صار محرز من الغائبين وصارت تشكيله منقوصه. يعني عليهم ان يوضحوا الصوره، هل محرز لاعب اساسي يعني نحتاج اليه في المنتخب؟ هو لاعب لا نحتاج اليه، وعندما يغيب لا نتحدث عنه. لذلك يا عماد اقول في نهايه المطاف يا عماد، صار زرقان اكتشافا، وهو الذي خاض عده مباريات مع بالماضي، وصار زرقان اليوم متحررا بعدما كان يعني تمسكه القيود في وقت بالماضي. كل هذه التحاليل واخرى يا عماد بعيده عن الواقع وعن العقل وعن الارقام، عودوا الى الكمبيوتر وحاولوا ان على الاقل ان تدرسوا كيف نتعامل مع الكمبيوتر.